وعلى صعيد التحركات السياسيه تعقد دول تحالف دعم الشرعيه في اليمن اجتماعا في الرياض في الوقت الذي اعلن فيه المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد استجابه الاطراف اليمنيه للدخول في مفاوضات سياسيه جديده مرحبا في الوقت نفسه بافتتاح مواني الحديده والساليف لتامين توفير المساعدات والسلع التي يحتاج اليها الشعب اليمني. وكان ولد الشيخ احمد قد اعلن استجابه الاطراف اليمنيه للدخول في مفاوضات سياسيه جديده داعيا جميع الاطراف الى خطوات استباقيه وذلك لضمان نجاح هذه المرحله الى ذلك اشاد المبعوث الاممي بالمبادره السعوديه لدعم العمله اليمنيه من خلال ايداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني.